نكمل اخبار كره اليد واتحاد اليد. الحقيقه يعني لازم نتابع الموقف من بعيد شويه، زي ما حضراتكم عارفين ان متبقي جولتين على نهايه الموسم الماضي. الموقف ايه دلوقتي؟ طبعا عارفين ان خلال الفتره الماضيه بعد فتره كورونا كان في الانتقالات للاعبين، واصبح ان في قوائم قديمه وفي قوائم جديده، فبالتالي مجلس اداره اتحاد كره اليد لجا للاتحاد الدولي اللي طبعا نصحوا ان هو يلجا لاقامه المباريات بالقوائم القديمه. ولكن الفتره الاخيره بعد ما تم تحديد يومي الخميس والجمعه القادمين ان شاء الله لاقامه الجولتين القبل الاخيره والاخيره، طبعا النادي الاهلي تقدم باعتراض لان هو عنده لاعب مصاب بفيروس كورونا وعنده عدد طبعا من الانتقالات اللي تمت، فالنادي الاهلي بيطالب اتحاد كره اليد ان هو يلعب بالقوائم الجديده. ولكن بعد تحديد المواعيد الرسميه واللي كانت الخميس والجمعه، اتحاد كره اليد خرج منذ قليل علينا بخبر جديد. طبعا اتحاد كره اليد برؤوس المهندس هشام نصر، واعلن رسميا عن تاجيل الجولتين اللي فاضلين من دوري الموسم الماضي عشان يتلعبوا رسميا يومي 28 و 29 نوفمبر الجاري، وده بعد ما كان مقرر اقامتهم زي ما قلت لحضراتكم يومي الخميس والجمعه القادمين باذن الله. الحقيقه الاتحاد ما اعلنش عن اسباب القرار بشكل رسمي، ولكن كان في خطاب من النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم اعتمد فيه ان هو بيحاول ان هو يطلب تاجيل هذه المباراه او ان هو يلعب بالقوائم الجديده. ده كان طلب النادي الاهلي رسميا، واكيد حضراتكم متابعين الازمه وعارفين دلوقتي ان الاتحاد اعلن من فتره ان المباريات هتتلعب بالقوائم القديمه، ده بناء على توصيه لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي، وده اللي اعترض عليه النادي الاهلي وطالب بالتاجيل. طبعا الجوله قبل الاخيره كان فيها عدد من المباريات الهامه، خليني اقول لحضراتكم او استعرض معاكم هذه المباريات. مباريات هتكون ما بين الاهلي وطلائع الجيش، والزمالك هيلاقي سبورتنج، دول اهم مباراتين في هذه الجوله، لان بناء عليهم ممكن يتحدد بشكل كبير شكل المنافسه في المباراه او الجوله النهائيه. كلا الناديين الاهلي او الزمالك مطالبين في هذه الجوله بالفوز. طبعا بقيه المباريات هيكون الاولمبي مع هليوبلس، سموحه مع البنك الاهلي، في حين ان الجوله الاخيره هتشهد مباريات طلائع الجيش مع الاولمبي وسبورتنج مع سموحه وهليوبلس مع البنك الاهلي. اما المباراه الاهم او مباراه القمه واللي هتحسم بشكل كبير جدا هذه المنافسه هي مباراه الاهلي والزمالك. طبعا حضراتكم عارفين الموقف في حال فوز الاهلي على طلائع الجيش في الجوله قبل الاخيره، وايضا فوز الزمالك على سبورتنج في الجوله قبل الاخيره، كده هتكون المنافسه في المباراه الاخيره بشكل كبير جدا ما بين الاهلي والزمالك على اللقب. نادي الزمالك يكفيه التعادل في هذه المباراه، اما النادي الاهلي فواجب عليه الفوز عشان يلجاوا لمباراه فاصله تحدد بطل الموسم الماضي من دوري كره اليد. بنتمنى التوفيق لكلا الفريقين، بنتمنى ان شاء الله ان المباراه تقام، وفي كل الاحوال ايا كان مين الفائز بنتمنى ان احنا نشوف الروح الرياضيه اللي عهدناها. لان لما نيجي نبص على الاهلي والزمالك في كره اليد الحقيقه قيمتهم كبيره جدا، لان معظم قوام المنتخب الوطني من لعيبه موجوده من الاهلي والزمالك، متواجدين بشكل كبير جدا مع بعض في المعسكرات، ودايما في بينهم حاله من الود، مفيش حالات من العصبيه، ولكن المنافسه في الملعب طبعا منافسه مشروعه، منافسه شريفه، بنتمنى تسودها الروح الرياضيه وباذن الله تكون فعلا قمه لمباريات ما بين الاهلي والزمالك، تكون قمه في الاخلاق. نتمنى ان شاء الله خروج اللاعبين بدون اصابات باذن الله، في الاخر تكون صوره مشرفه ان شاء الله عن كره اليد المصريه. زي ما اتكلمنا على الاهلي والطلب اللي تقدم به الاتحاد، الجانب الاخر نادي الزمالك اعترض بشكل رسمي ايضا على قرار اتحاد كره اليد ان هم ياجلوا الجولتين قبل الاخيره والاخيره من دوري الموسم الماضي.